مين يالا؟ انت مين يالا وليك ابك هنا؟ يالا وقتي! يا حياني يا نعيمة! يالا! يالا هوي! يا خلي يا بنت! قوم يوم كمان! قوم يا بنت شوية يالا! اطلعوا معايا يا سباح بتصور! ولك داخل تسحب عليا في السطح ويقول لي قطه الواد حرامي يا بت تصدق يا بت قطه هي قطه خير اللي رجع هي دي حمد لله على السلامه بعد السنين دي كلها هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمتي شاكرين يا ست هو ده كرم يا اختي هو كرم يا جدعان ما حد يقول الحمد لله على السلامه طيب الحمد لله على السلامه يا كرم يخرب بيتك انت بقيت اطول مني يا واد ازيك يا نجوى والله زمان يا ام كمال ازيك يا كرم وما خبطتش عليا تحت ليه قبل ما تطلع فوق انا جيت لقيت النور مقطوع ما رضيتش ادخل عليكم انا قلت اطلع رايح شويه يعني وبعد كده ابقى انزل لكم لما النور يجي ما كنتش عارف ان بنت المجنونه دي جوه الاوضه ولا ما تقلش ادب استني يا بنت قالت لك اوضته خلاص خلاص يا اختي روحي ندهي لنا الواد حوده عشان يشوف الكهربا دي ايه حاضر يلا ازيك يا منى ازيك يا كرم فاكراني ولا لا فاكراك طبعا يا ابن انت خالي. اكيد انا صح ايوه انا ام كمال خشي بقى روقي له الاوضه عشان يعرف ينام ويرتاح هني حاضر يلا يلا يا بنات انزلوا تحت عايز اقعد مع ابن اخويا شويه حاضر يا ماما يلا يلا يا اختي اتفضل يا اخويا اتفضل انت غبيه قوي ها عرفت تتصرف عيب عليكي مين ابو ادم اخضر اللي داخل لنا بضلمته ده قال ابن اخوها اللي غايب بقاله 15 سنه جاي دلوقتي يبروك لي على الاوضه اللي لماني اوعى بنت سماح يكون حكاها معاكي نعم كنت قلعت له عن ايه قول يا بنت انت بتعمل ايه دلوقتي؟ اوعى تولع فينا يا قلب اكتمي بقى اكتمي بالهند الفتح الواطي بقى وريني هيقطعوا لكم ازاي جبتوا منين ده؟ جبتوا مطرح ما جبتوا بقى سماح واكل وبحلقه نعيمه لو عرفت ان انا سارقنا الكهرباء هتمسكنا السلك عريان يا ستي بقولي لها جبتوا من الجامع الحمد لله يا رب الله هو البتاع ده قلبوه سايبر مش ده اللي كان بيتعمل فيه افراح زمان اه اللي كانت بترقص فيه بدريه يا ابن بدريه وليه السيره دي بقى شغل النحنحه ده ما يخلش عليا انت مش هتخطفني بالدخله دي عمر كل حاجه في الحته اتغيرت ايه لسانك وما دام هو عمر اللي فكرك بينا خير هربان من ايه مش هربان كنت في الغردقه وعيشي اتقطع ولاد الحرام قطعوا عيشي اللي يصون لقمه عيشه لقمه عيشه تبقى عليه طب والله وحشني كلامك يا واد بطل موح الله ايه اللي وراك يا واد ما ورايش حاجه جاي لكم ما ورايش اي حاجه والله ما في حاجه مش مصدقك ورحمه اخوك ما فيش حاجه بقيت شبهه يا ابن الكلب منا ممكن تقومي تقفلي النور ده والنبي وانت اتكسحتي ما تقومي انت انا عايزته ودفيت مكاني ومش قادره اقوم قومي انت لا يا شيخ امال مين كان بيلوك معايا من شويه على كرم ما انت ما فتنيش بحاجه وطنشتيني عشان فعلا مش فاكره اي حاجه غير ان احنا كنا بنلعب واحنا عيال في الشارع وامك ما بتطقش امه ايه لاي كلام ده امكم بتقول لكم ادوني بطانيتين عشان انام عليهم انا والبنت سماح لا يا ام كمال انت تنامي على البطاطين بتاعتي لكن البت اللي اسمها سماح دي لا معلش يا ام كمال اصل منى بتقرف بس يا بت يا جاز ما انت ما بهزرش والنبي يا منى مش ناقصه انا عارة مش كفايه هنام على الارض انا ممكن اديكي بطاطيني بس بشرط تقولي لي ماما كانت بتكره ام كرم ليه بقول لكم ايه انا مش ناقصه خاوت مش عايزه بطاطين اتخمدوا اتخمدي هتفت لك النور خد يا اخويا فوطه نضيفه عشانك اهي ام كمال خلصت لك الاوضه كلك لقمه بقى قبل ما الاكل يبرد لو عايز حاجه من تحت انزل خدها
تتصبح بالخير. بالنهار معي. يا راجل انت اتجننت يا بدر، دي مصلحه، هنرفس النعمه بايدينا. يا راجل بقول لك جوزي لسه ميت، تقول لي انزلي ارقصي؟ يا ولية الحزن في القلب، فرح مستعجل وليله جت على غفله. ايه النظام؟ اقول للناس ايه؟ وام الأبيك عيب عليكي بقى، انت معايا. ماشي يا اخويا، نتنيل نرقص. ايه واد يا كرم اللي موقفك كده؟ والآن مع ما تنامش يا اختي ليه على الارض؟ هانم انت يا ام كمال ولا عايزه تتنططي عليا؟ لا مش هانم، بس قد امك واقدم منك وعضم ما بقاش يستحمل. طب انا مع الحرف. طيب الارض فيها نمل ويقعد يقرص في جته امي. انت ساكته ليه يا نعيمه؟ عشان لو اتكلمت هغوركم انتوا الاثنين بر، ومفيش نوم على الحرف، السرير مش هياخدنا احنا الثلاثه. وتعالي تخمدي بقى وخافي على النمل من جدتك. يا رب يا رب توب عليا بقى، يا رب ارحمني برحمتك. هو ليل ونهار كده؟ شوف البيت بيتبرطم ازاي. يوه نسيت احط الموبايل في الشاحن. سيبيه يفصل، سيبيه، محدش هيتكلم، مش هيتصل. ربنا يسامحك يا كمال، ربنا يسامحك يا ابني. ييه انا قلت هترحم النهارده من موال الغم بتاع كل يوم. سيبيني اروح له يا نعيم، ده فات اكتر من سنه. قلت لك لا، لو رحتي هتشبكي مع مراته وهيحصل مصيبه. ده بيتك، عايز يجي يشوفك يتفضل. مش هيجي يا نعيم، حتى لو مت مش هيجي. بس بقى بس، ما تاخدش من الخلفه غير الهم. طب ده من الخلفه، الجواز ماله بقى؟ الراجل شريكي ومعاه الوصولات بتاعتك، يبقى ليه لأ يا نعيم؟ عشان من ساعة من الأولاني هج وسابني، ما بقتش طايقة جنس الرجال، ما عادش فيا نفس. ربنا يهنيكي بقى أنت وحودة، تخمدوا بقى يا باي. يا سماحة اتأكدتي من الصواني كلها؟ كله تمام.
والطباق اللي احنا هنوزعها. ورق يا نعيمه كله تمام ما تقلقيش بقى. ما قالت لك كله تمام يا نعيمه؟ يلا هتضيعي عليا فرصه عمري. اركب يا بت يلا. انجزي يا ست. حاضر. يلا يا عبد الله. يلا يا اخويا هتطلعهم علينا لو خسحت في مشوارها. يلا توكلنا على الله. بسم الله. بقول لك ايه يا ماما؟ حوار الميكروباص ده مش هينفع في الشغلانه الجديده بتاعتي. ان شاء الله كده اخد مرتب كويس وتاكسي يوديني وتاكسي يجيبني، ومحدش بيخطب حد الساعه 7 الصبح يعني. الحوار ده بقى اتكلمنا فيه مليون مره قبل كده واتقفل. مفيش مشاوير من غير الميكروباص، لا ليكي ولا لاختك. يا ماما حرام عليكي، احنا كبرنا على الكلام ده. كبرتوا على نفسكوا يا حبيبتي. يا ماما شركة ايبك دي شركة محترمة جدا، ولو شافوني نازلة بالميكروباص ده مش هيشغلوني اصلا. لما يقبلوكي الاول تبقي تتكلمي. يا اختي هتعدي ان شاء الله. ده انا حتى حلمت امبارح انك عديتي واشتغلتي ومرتبك بألوفات، واما رجعتي اديتيني ورقة حلاوة ب200. مش الحلاوة حلوة برضو في المنام يا منى؟ اه يا اختي حلوة ان شاء الله، هتشوفي ايام سودة. ربنا يديك على قد نيتك يا منى يا بنت نعيمة. اه بتجيبي الكلام لروحك يا اختي. وانت يا ست هان مش عايزه تعترضي لي بكلمتين كده اهوت على الميكروباص؟ لا انا تمام، عبد الله حلو. انا اسفه والله العظيم غصب عني، اليوم مش متظبط من اوله، كل حاجه كانت بايظه بجد. والله العظيم ما مصدقاكي، اول قصيده كفر وتاخير. في ايه؟ هو تحت امرك يعني مش عاقله ولا ايه؟ لو كنت جيتي بدري دقيقه كان زمانك قاعده معايا. على فكره ما بيستناش حد خالص يا منى، وقال لي لما تيجي بديكي كلمتين. طب انا مجراني وراكي ليه؟ ما المفروض امشي وغرف 60 داهيه بقى. لا المفروض تقعدي هنا. حاضر. معاكي لابتوب؟ هو انت قلتي لي اجيب لابتوب؟ استني هجيب لك واحد. بصي يا ستي عايزاكي هنا تعملي لي فايل عليه كل اللينكس الفيديوز بتاعتك اللي انت عملتيها. ماشي. خلاص؟ وعلى الوورد كده تكتبي لي لسته لوحدها فيها كل البروجكتس اللي اشتغلتي عليها، اتنفذت او ما اتنفذتش. تمام ماشي. هو هيشوف الكلام ده كله النهارده، هو مزاجه بقى. لو اوكي هتلاقيني بكلمك على طول اكيد. لو مش اوكي يا منى يبقى انت اللي ضيعتي الفرصه بصراحه. والله العظيم غصب عني النهارده، انا اول ما صحينا الصبح. هنا مفيش غصب عني ولا طب اعمل ايه؟ ماشي؟ موتيني امسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه اطلع. محاضره وهننزل على طول مع بعض. انا هروح. ساعه يا حبيبتي. صباح الخير يا ساره. صباح النور. لقيتي الموبايل؟ لا. لسه مقفول؟ اه. والله ما بقتش فاهمه الجامعه اللي احنا بنتسرق فيها عيني عينك كده. معلش بقى خلاص بيها، احنا بنحاول ننسيها. ليه يا بنتي؟ ده حته موبايل وهي زيي ولا زيكو؟ دي من ميدان تريان، ده حتى تلاقيها جابت اللي احسن منه كمان. طلعي ورينا. طلعي موبايلك ورينا. لا يا هنا بجد. مالك في ايه؟ كفايه. سخيفه. مش من الورق؟ ايه مش هتيجوا تخشوا السكشن ولا ايه؟ صوتش سيبك منها. لا ده الكلام ده ما يخصنيش. انا متفقه معاكي على الفلوس الطلبيه دي بالمليم، يعني اي زياده بتاعتك انت مش بتاعتي انا. يا هنا منزلي شوفي الاسعار في السوق شكلها ايه، كل الاسعار في الطاله. لا بقول لك ايه بقى، ما توجعيش دماغي على الصبح، انا عندي مشاكل في شغلي ومش طايقه نفسي اصلا، فخلصي. ربنا يعينك على مشاكلك، بس الطلبيه دي انت طالباها من اسبوعين. كان كيلو القوطه ب5 جنيه، النهارده بقى ب15. الليمون كان الكيلو ب3 جنيه، النهارده بقى ب23. اهو قدامك. كملي قائمه الاسعار قوليها تاني، يمكن تصعبي عليا واغير رايي. طب اعتبري حق الغلابه اللي اشتغلوا مش تمن الحاجه. هي الفلوس اللي اتفقنا عليها وخلاص، اي بقى حساب جديد هيبقى في الطلبيه الجديده ان شاء الله. ماما تفتكريش عشان انت اكلك حلو وانا مزنوقه في عزومه يبقى هتعلي عليا واسكت لك. طب يرضيكي يعني اطبخ واشقى وما اخدش حقي؟ خدي اكلك يا نعيمه خلاص انا مش عايزاه. لا اله الا الله. طب فين شهريه سماح؟ ما قلت لك هدفعها لك كل 3 شهور. مقدم مش بعد ما تشتغلهم. معيش دلوقتي، اعمل لك ايه؟ تحب اسيب لك مفتاح عربيتي راه؟ خفي بقى، الظروف صعبه على الكل، ما تغركيش شويه المناظر دي، انا عندي اقساط وبلاوي. مدام احط الاكل في الثلاجه ولا اسيبه بره؟ امسكي يا نعيمه، امسكي 200 جنيه كمان. شيلي فلوسك، هو انا بشحت منك ولا ايه يا مدام؟ لا خدي، خدي لو تكوني مش مسامحه وبتحاسبيني عليا من جوه، الناس تشرق وهي بتاكل. امسكي. تصدقي ان انا هحاسب عليكي ومش مسامحه فيهم؟ ربنا اللي خلقنا هو اللي خلقكم، ويمكن احنا احسن منكم كمان. انا ما بشحتش حقي منك، مين الهبله اللي هتعملي لك طلبيه تانيه دي؟ بت
خفي ايدك في الشغل وما تشتغليش بضمير، وحسبي الله ونعم الوكيل في وشك كده، واعتبري طلبية هدية مني ليك. الله، نشحت حقنا. اتجننت دي مجنونة. اضحكي عليا انت كمان، خشي شوفي شغلك. لم يا عيال، لم يا عيال. لم ايه ده؟ ايه يا ولية في ايه؟ ايه الكركبة دي؟ البنات فين ما بيشتغلوش ليه؟ الشغل ايه نعيمة؟ انت كنت فين؟ ايه حصل ايه؟ فتحي بعتني اتنين قمن اتخانقوا معانا وشدوا البنات اللي ما معهمش بطايق. امتى؟ من شوية يا اختي، والرجالة فتحي قعدوا يلسنوا علينا وعلى البيت وعلى النسوان. هي حصلت للأعراض؟ استني يا نعيمة رايحة فين؟ يا اختي اوعي سيبيني. استني يا نعيمة. والنبي ما نساش تاني. استني يا نعيمة. اوعي بقى. استني. اوعي. الله. كهربا واستحملنا، انما سمعة بنات يا راجل يا واطي يا عرة. استبحي على الصبح يا نعيمة، بدل ما اخليهم يشدوك على البوكس. يشيلك انت ورجالتك. بس الله يعينك. غور من وشي. خلاص يا ام منى. اوعى يا عبد الله. اهدى يا ام منى. اوعى ده راجل واطي. وبعدين بقى؟ خلاص اهدي يا ولية. خلاص يا حاج. كرم. قوم يا كرم، قوم انت نايم لحد دلوقتي، قوم فوق، نعيمة تحت بتتخانق، انزل الحق. يلا يا اخويا. ده انا بقول لحد دلوقتي. معلش بتتكلمي على مين يا ولية؟ على ابوك. روح ابوك. على ولادك. يا رنجاتي ربنا معاك. يا مرتي يا ولية. الشيطان بس. يا مين الولد اللي معاها يا رمضان؟ زبون عندها؟ ده كرم ابن اخوها لسه جاي من السفر امبارح. ابن مدريه زبادي؟ ايوه يا حاج. ده احنا نهارنا لابن. يلا يا بنت الدوايه، يلا كل واحد على مصلحتها. يلا خلينا نشوف اكل عيشنا. انتوا عايزين جنازه تشبعوا فيها الارض؟ شرفت يا ابن بدريه. ليه كده بس يا حاج؟ يعني لو سمحت من النبي، هو فين مكتب رئيس المباحث؟ شكرا. اهم عملتوا ايه؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ من امتى بتخشوا اسامه انت؟ واحنا في ايه ولا في ايه؟ هنعرف ان انت هنا وهنسيبك؟ خد اختك وروحي على البيت. مش وقت خالص اللي انت بتعمليه ده. انا عرفت ان الحاج فتحي بيعمل تقرير طبي، لو طلع اكتر من 21 يوم هتبقى مصيبه. مش بقى منهم ومن لميتهم حواليك يا نعيمة، عشان انت مش هتشوفيهم تاني. انت من هنا على السجن على طول. وجعتك قوي يا ابن بدرية. طب اقبل بقى فتوى. عيل طايش يا حاج، واحنا الكبار العاقلين. ده احنا عشرة عمري يا حاج. شيطان ايه ده بس اللي دخل بينا؟ شيطان ايه اللي دخل بينا؟ والنبي يا ولية بس اقعدي جنب عيالك. وبعدين بقى بطلي شغل السهوكه والنعوميه بتاع النسوان ده. حاج صلى على النبي يا حاج. عليه الصلاه والسلام. انا معايا 14 واصل ب 14 قضيه، يعني هتخرجي من واحده تخشي في الثانيه. الوصولات في جيبي وانا داخل للباشا. خسارتك في السجن يا معلم. يا حاج